الفنانة والنجمة مرح جبر، اليوم عم نشوفك بيمكن أول تحضيراتك للموسم المقبل، خماسيات عن الهوى والجوى. نحكي عن هيدي الخماسية اللي حضرتك مشاركة فيها ودورك. دورك يعني مشاركتك بهيدي الخماسية. الخماسية هي اسمها لحظات، واحدة من الخماسيات اللي هي قصص كلها اجتماعية ناعمة كتير، يعني بتعالج قضايا خاصة شوي، يعني مثل الخماسية تبعنا قصة سيدة بصير مع زهايمر نتيجة أحداث بتمر فيها عاطفية وصدمات، يعني فبتوصل لمرحلة بصير مع زهايمر ما بتعود تتذكر، وبنشوف يعني أحداث مشوقة هيك شو بيصير، يعني بتشوفوها إن شاء الله برمضان. فيها شيء كوميدي؟ لا بالعكس، هي جدي كتير بس قصة ناعمة اجتماعية كتير حلوة. نعرف أنه حضرتك كتير بتنتقي أدوارك، شو اللي جذبك للمشاركة بهيدا الخماسية؟ فعلا دايما في عمل هيك بيبقى خاص، يعني حالة خاصة، يعني بدها مجهود أكبر بس بستمتع فيها كتير، يعني مو أدوار عادية وهي أي فيها حالة خاصة حتى الناس رح يحبوها كتير. تحضيراتك الثانية للموسم الدرامي المقبل، في تحضيرات ثانية؟ والله في عدة أعمال، في منهم لسه ما اتفقنا، يعني ما وقعنا عقود فما فيني أحكي عنه، وفي أعمال يعني لسه عم بقرأ، في عم نحضر إن شاء الله بوقتها أكيد رح تكونوا موجودين وتعرفوا عنا. في شخصيات معينة حضرتك بتنتظريها كل سنة؟ والله ما بخفيكي الكوميدي بحب أنا يكون موجود هالسنة، لسه لهلأ ما في، بس يعني بتمنى إن شاء الله هي السنة يكون في عمل كوميدي، لانه بحب انا العائله يعني بيجتمعوا اكثر على عمل كوميدي، الصغار والكبار يعني بيتسلوا شوي وبيبقى هيك مسلي. مع انه الكوميديا يمكن اصعب، انا بالنسبه لي يعني اسهل بستمتع فيها.